في ترتيب جدول الدوري. كان الموسم الماضي انهى الدوري مركز 14 برصيد 36 نقطة، ولكن حاليا موجود في الدوري، دوري نايل مركز خامس برصيد 16 نقطة. عرضية عالية راس والهدف، الله الله الله، جول 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 جول، الهدف الأول، الهدف الأول لطلاع الجيش من ضربة ركنية ومن عرضية ساحرة غير عادية بالقدم اليسرى ثم الراسية، والخطفة غير من لاعب غير، هو إضافة وأي إضافة، يسر وحيد، يسر وحيد كلمة السر في هذه البطولة مع طلاع الجيش، يسر وحيد يعملها ويجيبها ويسجل الآن الهدف الأول، هدف التقدم في الدقيقة 50 من عمر المباراة. الراسية، الراسية الغير عادية، بص اتحرك ازاي، تحركات بعرض الملعب ممتازة، راح لها وعمل الارتقاء وعمل الجنب العالمي وحطها حلوة جميلة جدا جدا على يمين محمود السيد عشان طلاع الجيش يقول كلمته ويتقدم الآن بالهدف الأول.